السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جاي لكم تاني في فيديو تاني من احسن ايه حاجة نشتريها ايه. وجايبين النهاردة حاجة مهمة جدا، مفيش اي بيت في العالم كله الا ما بيستهلكها وبياكل السردين المعلبة. هنشوف احسن سردين ايه النهاردة معانا، وجايب انواع كويسة جدا وانواع انا اول مرة اشوفها، وفي انواع طبعا انا عارفها. خليكم معانا. اول نوع سردين معانا النهاردة اللي هو ده، هو اسمه شركة صاف كول، سردين بصلصة الطماطم. سردين بصلصة الطماطم اللي هو ده صاف كول. خلاص صاف كول، هنبدأ نفتح فيه عشان ما نضيعش وقتنا، لان ايه انا ما بحبش الفيديوهات الطويلة، بتضايقني انا اصلا. اهو بسم الله، اهو مغلفينه كده من فوق. انا برضو بحب التغليفات دي، بتحافظ على العلبة وتحافظ على جودتها. اهو يعني الكتابة من عليه من فوق اهي. خلاص كده بفيه في الفتح السهل ده، انا بحبه برضه. اهو بسم الله، نفتح كده وندوق ونشوف الطعم هيبقى شكله ايه. بسم الله، اللهم صل على النبي. اهو يا جماعه، طبعا احنا هنبدا هنحط بقى كده ايه. لحظه يا حاجه، انا قلت هنحط هنا عشان انتوا تشوفوا كويس. اهو كده زي ما انتوا شايفين كده. اهو بسم الله، اهو اهو دي أول واحدة. أهو يا جماعة زي ما أنتم شايفين كده، أهو في صلصة طماطم أهي زي ما أنتم شايفين. أهو أهوت، وهجيب لكم واحدة كده. لحظة كده يا حاجة، أهو سردين عادي. أهو لحظة، خلاص نعتمد على الله بقى ونبدأ إيه ندوق بقى نشوف كده هيبقى شكله إيه. اهو بسم الله، حلو طعمه جميل، اكنك عامله سمك صحاف. اه والله. خلاص هذا الدوي، لا هذا الدوي بس حاجه كده كويس يا جماعه. ده اللي بيحب صلصه يشتري النوع ده كويس. نخوض بقى زي ما اتعودنا، هنبدا بقى نشوف النوع اللي بعده ونقيم نشوف ايه احسن واحد فيهم لهم. خليكم معانا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، يعني بصراحه يعني فيه البهاريز بتاع صلصه الطماطم. خليكم بقى معانا نشوف الصنف اللي النوع اللي بعده. هو يا جماعه اللي هو سانشاين. سانشاين ده مشهور قوي، يعني هو يعتبر شعبي، لان هو ب 11 جنيه. يعني النوع ده موجود في يعني في اي مكان في مصر بشوفه انا، يعني انا شفته كتير. هو المتناول يعني. في متناول الاسعار اللي هو الاسعار الشعبيه يعني. سانشاين طبعا، هنفتح بقى نفتح اهو بقى ونشوف. بسم الله، برضه فتحه سهل، انا بحب الفتح السهل ده طبعا. اهو بسم الله بسم الله، يا الله جامد قوي. طيب هنسيبه ريحه، ريحته حلوه برضه، لا ريحته حلوه. هنبدا بقى نقلب الهواء زي ما احنا اتفقنا، نجيب كل واحده كده نقلبها عشان حضراتكم تشوفوها كويس. الزيت ده اهو، نقلب التانيه فين. خلاص طبعا انتوا شايفين كده اهو، باين قوي يا جماعه، واضح اهو لكم. وفي شويه زيت زيتون، زيت تحت هنا في التاني ده. التاني ده بقى طبعا زيت نبات، التاني كان صلصه. هنبدا بقى نفتح واحد كده نشوفه اهوت. بس احنا عجبني لو صلصه. ها عجبني الصلصه. شوف كده، نجيب واحده كده ونجربها اهو. بسم الله، احنا سردين عادي، هو السانشاين اللي احنا بنجيبه على طول، مشهور ده معروف نضيف. بس ده نضيف يا حاج، طيب مفيش فرق بينه وبين هات التانية على العلبة التانية دي يا حاجة، مفيش فرق بينه وبين العلبة التانية إلا إن الفرق الصلصة بس. يعني أنت لو بتحب الصلصة هتجيب اللي بصلصة ده، يعني هما تقريبا. بس طبعا الأول ده ب 17 جنيه،
بس هو في بصراحه في طبخ، في صنعه، اللي هو الاولاني ده في صنعه. صنعه ازاي؟ تحس ان الصلصه مطبوخه كويس، معموله في بيت، مش معموله في مصنع مثلا وكده. طيب يعني انا اما اكون بحب الصلصه اجيب الاولاني اجيب ده، يعني الاثنين دول ممكن يمشوا مع بعض، مع ان ده 17 جنيه وده 11 جنيه. خليكم معانا نشوف الصنف اللي بعده. ده بقى سردين من امريكانا. امريكانا دي طبعا شركه مشهوره في العالم كله، يعني اي حد في العالم هيعرفها. خلاص هنفتحها اهي. دي ثمنها 12 جنيه امريكانا. مغربي. 125 جرام، وكل اللي فاتوا 100 يعتبروا 125 جرام. الثلاثه اللي فاتوا ده تالت واحد. هنفتح اهو دي واعملها في علبه كده ورق اهو، عشان كاتب عليها حاجه من جوه لتاريخ الانتاج، بس مش مشكله. بس دي هي دي امريكانا. نفتح اهو. بسم الله. يعتبر عادي برضه كده. يعتبر عادي بزيت عادي. فتحها اسهل من الثاني بكتير. خلاص ونقلبها هنا كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دي يا رب اهو شكلها حلو. السردينه بتاعتها بيضه. شوفوا يا جماعه. هي شوفوا يا جماعه السردينه بيضه، عجبتني وكبيره شويه اهو. شوف السردينه مليان مع يعني محمله شويه، اتقل من الثانيه شويه. هما دول ثلاثه ودول ثلاثه، وهو نفس اللي بيقول لك نفس الميزان. السردينه دي رفيعه شويه. السردينه دي بتاعت شاين. دي رفيعه شويه اهو. اهو ده يوم امريكانا. شوفوا يا جماعه اهو. نقطع بقى كده نقطع كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله بسم الله. طعمها مختلف، طعمها مختلف عن السن. طبعا شكلها باين. السنشاين مختلف خالص، اجمل. يعني دي تيجي في المقدمه دي اللي هي امريكانا دي، العلبه دي بتاعتها حاجه عشان ما انتوش. امريكانا دي تيجي في المقدمه عن السنشاين، والسنشاين واللي قبلها زي بعض، بس الصلصه هي اللي بتفرق. لا بس طعمها جميل، طعمها جميل قوي. فيها نظيفه نظيف. خليكم في الصنف اللي بعده يا جماعه. الدولفين يا جماعه اهي رابع حاجه معانا. الدولفين برضه هو كل ده مغربي، بس هو شركات بقى بتختلف عن بعضها. دي دولفين. دي دولفين. خلاص ودي ب 16 جنيه، سعرها 16 جنيه، اغلى من السانشاين واغلى من الامريكانا كمان. هنشوف بقى. هنشوف بقى طبعا. هنشوف اهو جواها ايه. بسم الله يا عم، انت بتجمدها ليه كده اهو. خلاص احنا كده قدام اهو. بسم الله. بسم الله. لا سمكتها حلوه مش وحشه، بس مش بيضه قوي زي الثانيه، مش زي ال مش زي الامريكانا اهي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، خلي بالكم من كل ناحيه اهو. مسمره كده مسمره. اهو خلاص نجيب واحده كده. انا زهقت من الشوكه والسكينه دي. بسم الله. لا حلو الدولفين دي مش وحشه برضه اهي، حتى مع دول برضه. الورقه امريكانا؟ لا امريكانا الاول. شوف امريكانا ارخص، ارخص في الفلوس، بس امريكانا احسن من دي. امريكانا بصراحه عجباني دي، انا حسيت فيها ايه؟ حسيت فيها بالزفره كده. خلاص يبقى ايه؟ يبقى امريكانا هتتفوق على ايه؟ على الدولفين دي. خلاص انا مش عايز اطول عليكم عشان الفيديو طويل. نروح بقى للصنف اللي بعده. ده بقى ايه نوع بقى انا اول مره اشتريه في حياتي كلها. سردين مقلي في زيت نباتي اسمه دبلوماتس. الشركه اسمها دبلوماتس اهي يا جماعه، دبلوماتس اهي. ركزوا بقى معايا في ديت اما نشوف هيطلع شكلها ايه. اهو دي ب 29 جنيه 250 240 جرام، يعني ربع كيلو يعني.
هنفتح بقى كده ونشوف الصنف ده يساوي الرقم ده ولا لا. هو يعني الواحده بوحدتين من التاني. بسم الله، فتحها سهل اهوت، فتحها سهل جدا. سردين غريب قوي قوي اهو، نشوف كده. بسم الله، انا ما شم ريحته، وغريب كمان قوي، شوف شكله عامل ازاي. ده يعتبر سردين يا جماعه مقلي، سردين مقلي مش سردين مقلي. هنكب بقى كده اهو زي ما انتم شايفين كده، شوفوا كده. بسم الله، شكله غريب قوي، شكله غريب قوي يا جماعه بجد. شوفوا شكله عامل ازاي، علبه اهي اهو. بس انا خير الحقيقه، انا بصراحه عايزكم تشوفوه كده. اه يا جماعه، ودي يا حاج حطيه كده قدام الكاميرا. هو يعني غريب قوي، انا اول ما متفرق يعني متفرفت، مش الواحده بوحدتها زي التاني. ده مقلي. هات بقى يا حاجه، ربنا شويه زيك كده، منديل خلاص حطه كده. حلو قوي، نشوف بقى كده يا جماعه هيبقى طعمه ايه الغريب ده، المقلي ده. ده حاجه غريبه قوي، ومن غير عظم طبعا اهو. ودي حاجه كده، انا اقول لي رايك، طعمه غريب، طعمه مش عارف. ده لما يكون مقلي بالدقيقة في حاجة وحطوه في المحلول. سردين مقلي يا جماعة، ده سردين مقلي. بس هو طعمه مش وحش، طعمه مش وحش، بس أنا ما حبيتهوش. 29 جنيه المحلول المقلي، مش كتير فيه كده. لا هو يعني ايه، هو متنضف بس كمان احنا مش واخدين عليه. هو طعمه مش وحش، بس انا ما حبيتهوش بصراحه. يعني انا ما اللي هو الدبلوماتس ده ما حبيتهوش خالص. بس ده ممكن تجيبه في السلطه المشهوره. يعني هو يا جماعه طبعا هو نظيف، هو شكله نظيف اهو، طعمه ريحته نظيفه وطعمه شكله نظيف. يعني هو متنضف من العظم كمان، يعني هو مخلي، سمك مخلي، فهو منه محطوط على شكله كده. انا ما حبيتهوش بصراحه اللي هو الدبلوماتس ده. خليكم معانا في الصنف اللي بعده ونشوف ايه هنعمل فيه ايه. ده نوع تاني اهو يا جماعه، اسمه سردين مدخن بقى. ده سردين مدخن، شركه اسمها فيشر، اسمها فيشر، فيشر، فيشر. اهي سردين مدخن اهو، هنشوف كده هنا، هنشوف العجب اهو. القناه بتاعته اهي، هو شكله كده اهو. نفتح كده، بسم الله. يلا تفضل تفتح، مش عايز تفتحك. نلبى هنا في علبة التذوق دي ونشوف. شايفين كده، الله ريحته حلوه قوي. لا ريحته عجبتني، ريحته جت عليا وهو هنا اهو يا جماعه. شفتوا؟ لا انا هقول لكم ايه، زي شفتوا زي ريحه الرنجه. شفتوا يا جماعه اهو، انا هرفع واحد كده عشان تشوفها برضه اهو. عجبني اي حاجه. لا يا حاجه ده ريحته فظيعه. خد كده يا حاجه كده وقول لنا رايك. طبعا انت الشيف بتاعنا. شوف يا جماعه ريحته فظيعه زي الرنجه اهو. روعه، ده روعه مدخن ده. يا نهار ابيض، احسن حاجه اكلتها النهارده. ده هو
ده سردين مدخن معلب بدون شوك بدون شوك وجلد بزيت عباد الشمس من شركه اسمها فيشر، اللي هو ده من شركه اسمها فيشر. ده احسن حاجه احنا اكلناها النهارده اهو، طعمه وريحه فعلا حسيت ان انت بتاكل زي رنجه بس نظيف، انضف من رنجه اهو يا جماعه. ده هو ده اهو، ده انضف نوع احنا اكلناه النهارده فيشر ده. شوفوا تاني، شوفوا تاني برضه عشان تبقوا ما تتوهوش مني، ما تتوهوش من بعض، اللي هو شركه فيشر ده اهو، انضف نوع احنا اكلناه النهارده، انضف نوع احنا اكلناه النهارده شركه فيشر ده. اه لا روعه روعه بجد اهو، جهاز الرغيف والواحد يقعد ياكل. خليكم معايا بقى في الصنف اللي بعده عشان ما نطولش. خد يا حاج، شوفوا يا جماعه الصنف ده نفس الشركه اللي هي اللي ايه اللي هي الدبلوماتس اللي هي اللي الثانيه دي، بس ده مدخن، ده مدخن بصلصه الطماطم. ده صنف ده هو مربع كده زاز اهو، مش زي اهو شايفين دبلومات اهو يا جماعه، الحته الشفافه هو اللي ايه مدخن بصلصه الطماطم. نفتح بقى كده ونشوف. بسم الله الله، ما بحبش غزال ايدي في الكلام. شوفوا يا جماعه اهو تحتنا اهوت اهو يا الله، ده اسمه ده سردين معلب مدخن من في صلصه الطماطم. اه ما خلاص هو انا هقلبه اهو بقى، انا هقلبه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله. ها يا جماعه طبعا شكله غريب قوي. شوفوا هنا اهو، شكله هنا الصلصه هي حطها هنا شويه كده، الصلصه هنا كتير قوي بقى، عايز اشم انا بقى الصلصه دي. جميل جميل يا جماعه. شوفوا يا جماعه بجد انا مش قادر اقاوم يعني اللي هنا 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 احنا عم فتحنا واحد تاني بصلصه. ده مدخن، انا لسه ما دقتوش بس انا الريحه بتبان اهو. طب غريب قوي. شوفوا يا جماعه اهو، هي سردينه بقى صغيره قوي قوي زي السردين اللي بنشتريه هنا، اللي هو السردين الصغير ده، ومنضفينها طبعا منضف ومتدخن، وبعدين حطوا بقى في الصلصه. لا حاجه غريب، اغرب سردينه انا دقته في حياتي بقى. طبعا ده يا جماعه النوع ده اهو يا باشا، النوع ده ب 52 جنيه ب 52 جنيه والله يستاهل. في شمخه، طعم حلو قوي الشمخه دي، اللي انا اقصد بقى كلمه شمخه اللي انا بقولها دي اللي هي تلويحه الصلصه، اللي هي النفس بتاع الصلصه. هذا الرغيف بقى يا حاج. خلاص المهم يا جماعه الصنف ده كويس جدا يا جماعه اهو اهو، وبعدين في تسكيره كده، وفي تسكيره جميل، تسكيره الصلصه، تسكيره الصلصه. خش بقى على ده يعتبر برضو من الايه، احنا لسه التقييم هنجيبه في الاخر، بس ده ممتاز ممتاز ممتاز. خليكم معانا ونشوف الصنف اللي بعده. ده نفس الشركه يا جماعه اللي فاتت اللي هي دبلوماتس دي، تمام، بس ده سردين مدخن في زيت نباتي مش في صلصه. الثاني كان في صلصه، اللي قبله اللي هو ده كان في صلصه، ده سردين مدخن في ايه؟ في زيت نباتي. لا اللي ده ب 35 جنيه، مش نفس الحجم ده صغير. نفس الشركه. نشوف بقى اهو هم عاملينه كده، دي بلاستيك مش بتاع، ودي بلاستيك اهي زي ما انتم شايفينها كده يا جماعه. هنفتح بقى كده اهوت. بسم الله الله، سهلة الفتح، سهلة الفتح جامد. وبعدين هو شكله واثق من نفسه يعني اللي عامل الشركة. نشوف شكله عامل ازاي اهو، شكله عامل ازاي يا جماعة. انت هتدي حاجة نقلبه هنا بقى نشوف كده. الله الله الله، شوفوا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده اهو اهو، يوقع اهو يا جماعة. ريحته مدخن اهو زي الرنجه اهو يا باشا. دول كده يا حاجه، لا 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 الشركه دي كويسه في الصنفين دول. جميل. شوف اللي بره مصر وعاوز ياكل الرنجه المصريه يجيب ده. والله حلو جدا، التدخينه فيه ايه الجمال ده، روعه. عارفين الزفره
طعم الدخينه. هو ده يا جماعه ممتاز ممتاز. اللي ما بيحبش الصلصه هو ده اخو ده، هو زي ده بس ده من غير صلصه مدخن بس، انما ده مدخن وحاطين عليه صلصه. اللي هو احسن حاجه ايه بالتسلسل؟ خليكم معانا انا هقف وبعدين اقول لكم بقى بالترتيب ايه اللي احسن. اقف يا حاج كريم. طيب يا جماعه دلوقتي ده انا في التقييم بتاعنا المدخن، اللي هو المدخن ده طعمه بصراحه روعه. السردين اللي هو العادي ده مش مدخن، ده سردين مطبوخ بطريقه معينه في مصانع مش مدخن زي ده. المدخن لو انت اللي بالصلصه ده ممتاز قوي قوي، لو انت عايز مدخن بالصلصه النوع ده اللي هو ده اهو اللي هو ده مدخن بالصلصه ده ممتاز. اللي من غير الصلصه ده ممتاز تمام. نرجع بقى للي هو العادي اللي هو بالزيت العادي اللي هم الثلاثه دول اللي هو الفشر. الفشر ده ممتاز جدا، ده اهو ده ممتاز. يعني احنا مالناش دعوه بالمقارنه، مش هتبقى بين اللي هو بالزيت وبالايه وبالمدخن. اللي بالمدخن الاثنين دول ممتازين. هنا بقى الامريكانا والفشر دول نمره واحد تمام، والدولفين بعدهم. اللي بالصلصه اللي هو النوع اللي بالصلصه برضو اللي هو السافكو اللي هو الاولاني خالص ده ممتاز، اللي هو ده اللي بالصلصه ده لو انت عايزه بالصلصه ده ممتاز جدا وكويس. انا النوع ده اللي ما عجبنيش بصراحه، النوع ده اللي هو المقلي ده. ليه ما عجبنيش؟ لانه هو مش حاطط عليه اي حاجه، مش حاطط عليه يعني مش حاطط عليه صلصه، مش حاطط عليه حاجه منكهه للسمك تحس ان هو يعني ايه ملوش طعم، ملوش شخصيه خلاص. وانا ارجو ان انتوا استفدتوا من الفيديو، ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ونركن دول بقى على جنب كده وانا اكل بقى ايه، اكل بقى. انا جبت ايه اكل سريع كده يا جماعه، خلوكم معايا اهوت. هادي يا حاجه كده، هات يا حاجة خلينا بقى استمتع كده بعد التعب اللي انا تعبته ده. هات المخلل ده الجميل ده ونفتح بقى نفسي كده بعض يا حاجة. الله الله عليك، واشوفكم على خير يا جماعة. انا مش هطول عليكم خلاص، انا كده خلصت الفيديو بتاعي وهبدأ ادخل انا بقى كده اهو اغوص وايه وادخل فيه كده اهو شوية مخلل كده. واحلى غدا او احلى عشاء نتعشاه بالايه بالسردين الجميل ده. الفيديو جميل واستفدت منه، وارجو من الله ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. خلل وهو دي تجيب قلبتين سردين تتغدى او تتعشى او تفطر بيهم احسن فطار. اشوفكم على خير، اشوفكم على خير يا جماعه. اشتركوا في القناه، ما اشتركش في القناه يا جماعه اشتركوا في القناه. واتمنى من ربنا ان تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات ديت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلو قوي، حلو بجد. الله، هات كمان يا حاج، هات النوع ده المدخن ده.